أنا فتاة معتادة على قراءة بعض السور من القرآن الكريم كل يوم كورد خاص لي، ولكن عندما تأتيني الدورة الشهرية فأمتنع عن القراءة. وسؤالي، هل يجوز لي قراءة هذه السور من القرآن وأنا معذورة بعد أن أرتدي قفازا بيدي كحاجز بيني وبين المصحف؟ محل خلاف بين العلماء، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها؟ وهذا في القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف. ولعل الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقرأه عند الضرورة، إذا اضطرت إلى قراءته فإنها تقرأه من غير مس المصحف. وما ذكرته السائلة من أنها تقرأ من وراء حائل وتمسك المصحف من وراء حائل، بالنسبة لإمساك المصحف انتهت المشكلة، مع وجود الحائل انتهت المشكلة، لكن يبقى قضية القراءة في حالة الحيض، وهي كما ذكرنا محل خلاف. والأولى أن تأتي بالأذكار التي ليست من القرآن، الأذكار الصباحية والمسائية التي ليست من القرآن، مثل التعوذات والدعوات الصباحية والمسائية التي تستعمل في الورد. وأما قراءة القرآن الأحوط أن تتجنبها حتى تطهر من الحيض وتغتسل. نعم.